عمليات استعادة الفلوجة من قبضة تنظيم داعش أثارت اهتمام ناشطين على مواقع التواصل، فعبر هاشتاج انصروا الفلوجة بالدعاء أعرب مغردون عن تضامنهم مع الفلوجة وأبنائها، كما أعلن كثيرون عن مخاوفهم من انتهاكات محتملة بحق أبناء المدينة على يد ميليشيات الحشد الشعبي. هذا وانتشرت مقاطع فيديو تظهر قائد ميليشيات أبو الفضل أو قائد الميليشيات أبو الفضل العباس أوس الخفاجي وهو يتوعد بتدمير الفلوجة لأنها على حد قوله منبع الإرهاب. الخفاجي وصف أبناء الفلوجة جميعهم بالإرهابيين. نتابع. الفلوجة هي منبع الإرهاب منذ 2004 إلى يومنا هذا، منبع الإرهاب. لا فيها الشيخ عشائر إلا ما ندر آدمي، ما بيها إنسان وطني، ما بيها إنسان دين ملتزم، حتى في مذهب السنة ملتزم ما. فهي الآن فرصتنا لتطهير العراق باستئصال ورم الفلوجة. تطهير العراق، تطهير الإسلام. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن بدء عملية تحرير مدينة الفلوجة من سيطرة داعش. ففي تدوينه كتب العبادي: على بركة الله وبعونه وبالاتكال على الله نبدأ عملية تحرير الفلوجة، وما النصر إلا من عند الله.